ورحمة الله وبركاته. دائما نقول تعددت الأسباب والموت واحد، وليمة فرح تتحول فجأة إلى مأتم وفاة عروس في حادث مرور بموكب بزفافها بالبويرة الجزائر. يا ريت أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وأهلا وسهلا بكل متابعيني. توفيت عروس تبلغ من عمر 19 سنة أثر تعرض موكب زفافها إلى حادث مرور قبل وصولها إلى بيت الزوجية، لتتحول بذلك وليمة فرحها إلى مأتم حقيقي. أما تفاصيل الحادثة التي تركت حزنا وصدمة كبيران وسط كل من سمع بها، لا سيما بالشارع البويري، تعود إلى صباح الخميس أين كان موكب زفاف بصدد نقل العروس بخ إلى بيت الزوجية انطلاقا من منزلها العائلي الواقع ببلدة مفتاح بالبليدة نحو بلدية بوطي سايح بالمسلة، مرورا بولاية البويرة. يتعرض الموكب إلى حادث مرور حسب ما نقلته مديرية الحماية المدنية بالولاية، وذلك عن مستوى منطقة البيسان ببلدية ديرة بجنوب البويرة. وتمثل حادث فقدات المصدر في انقلاب سيارة الموكب واصطدام محركها المنفصل عن سيارة بسيارة أخرى بعد أن تدحرجت بالقرب من أعلى جسر بالمنطقة، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص منهم العروس وشقيقتها ووالدها بإصابات بليغة تطلبت نقلهم على جناح السرعة لمستشفى سور الغزلان، أين لفظت العروس آخر أنفاسها هناك متأثرة بإصابتها وفق مصادر استشفائية، ثم تم تحويل والدها وشقيقتها نحو مستشفى تيزي وز لتلقى العلاج الضروري. وفتحت الجهات المختصة تحقيقا قصد تحديد الأسباب الحقيقية للحادثة الأليمة التي حولت وليمة فرح إلى مأتم حقيقي في لحظة. ومهما تعددت روايات الشهود بين السرعة المفرطة والمناورات الخطيرة التي تتكرر في مواقف الأعراس، وبين وجود إشغال حفر تركت على حالها بمنطقة وقوع الحادث، تبقى الحيطة والحذر والتحلي بروح المسؤولية خاصة بمواكب الأعراس أهم عنصر من شأنه تجنب مثل هذه الحوادث المميتة. إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا اليوم كان تشييع جنازتها رحمة الله عليها من آلاف المشيعين اليوم من قبل الجزائريين، كان موكب تشييع الجنازة كان رهيب جدا. هنا بعض لقطات في هذه الصورة، الله يرحمها.